السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على متابعين قناة وينتر جيمينج، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هتكلم فيه عن الجينات بكل تفاصيلها. قبل ما نبدأ الفيديو عايزك تصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ الشرح. أول حاجة هتعملها هتبص في قائمة المهام على يسار الشاشة، هتلاقي مهمة اسمها الجين. أول ما هتاخد المهمة هيطلب منك انك تروح تتكلم مع شخصية الام بي سي كين في الريفن شيلتر. أول ما هتاخد المهمة من كين هيطلب منك انك تنزل في القبو، وهيطلب منك انك تلبس البدلة عشان تروح تكلم الدكتور عشان يشرح لك شوية عن الجينات. لو انت من الناس اللي بتحب تلعب مهمات الستوري وتعيش مع القصة، حاول ما تعملش سكيب لأي جزء في المهمة، أو تقدر انك تعمل سكيب لكل جزء في المهمة وركز معايا في الشرح. بعد ما تكلم الدكتور في المختبر وهيشرح لك شوية عن الجينات، دلوقتي هيديلك جهاز الجين وهيطلب منك انك تسلم البدلة بتاعتك في بداية المختبر وترجع على البيت وتحط جهاز الجين. اول ما تفتح جهاز الجينات هتلاقي ان متقسم معاك لتلات اختيارات. اول اختيار وهو الجيني كرافتنج، يعني صناعة الجينات، ده الاختيار اللي بتقدر انك تصنع منه الاربع جينات الخاصين بالشخصية بتاعتك. تاني اختيار معانا وهو الجيناتيك ريكومبينيشن، والاختيار ده هو الخاص بإعادة تركيب الجين، بمعنى انك لو معاك اتنين جين من نفس النوع كل جين فيه خصائص مميزة وانت عايز تنقل الخصائص دي، او ان انت تعمل دمج للخصائص دول في جين واحد. في الحالة دي انت هتستخدم اختيار الجيناتيك ريكومبينيشن عشان تدمج الاتنين جين دول وتطلع جين واحد بخصائص مميزة. بس خليني احذرك من نقطة واحدة، وهي ان الدمج بيكون عشوائي، يعني انت ما تقدرش تتحكم بالخصائص اللي هتطلع لك من الدمج ده. تالت اختيار معانا وهو الجين ترانسكريبشن، النسخ الجيني، وده الاختيار الاخير واللي انت هتستخدمه عشان تركب الجينات اللي انت صنعتها وتستفيد بالخصائص بتاعتها. والجينات هنا عندك متقسمة لاربع جينات، جين التفعيل وجين المقاومة وجين الصحوة وجين القوة العظمى. كل جين منهم ليه خصائص معينة. ترتيب الجينات حسب القوة بيكون كالآتي، اللون الابيض وهو اضعف لون، بيجي وراه على طول في القوة اللون الاخضر، بيجي وراهم اللون الازرق، واقوى لون فيهم هو اللون البنفسجي. طيب خليني اقولك ان مفيش اي تريك عشان تطلع الجين كاقوى لون، بالعكس انت بتفضل تصنع من الجينات لحد ما يطلع لك اقوى لون. ومش معنى ان يطلع لك اقوى لون ان انت ممكن يطلع لك استات كويسة، بالعكس انت ممكن يطلع لك استات ضعيفة جدا على اقوى لون. وهنا بيجي دور اعادة تركيب الجينات، انك بتاخد الجين القوي وتحطه كلون اساسي، وانك بتجيب جين تاني لون ضعيف بس عليه استات كويسة وبتعمل دمج. وهنا مش عايزك تقلق من نقطة انك هتخسر اللون البنفسجي، بالعكس انت هتفضل محافظ على الجين باللون البنفسجي، بس انت كده بتغير في الاستات بتاعته. طبعا انا هنا في الفيديو ده ما كانش عندي الوقت الكافي ان اصنع جينات كتير عشان اقول لكم افضل الاستات اللي هتاخدوها من كل جين، وما حبيتش اتاخر عليكم في الفيديو ده لان ناس كتير جدا كانت مستنياني ان انزل فيديو اشرح فيه عن الجينات. بس انا هنزلكم فيديو تاني وانا بعمل فيه كرافتنج لكل نوع من انواع الجينات، وانا بطلع كل الالوان وبطلع كل الاستات بتاعتها عشان افهمكم واشرح لكم انهي افضل استات لكل جين. بس الفيديو ده ممكن ياخد مني 4 ايام، بحيث ان انا اقدر اجمع الموارد الكافية عشان اصنع كل الجينات واشرح لكم كل اللي انتم محتاجينه. في الفيديو ده انا صنعت نوع واحد من كل نوع من انواع الجينات، وزي ما اخدتوا بالكم في الفيديو ان الاستات بتختلف من كل جين. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان تفيد غيرك، ولو الفيديو عجبك اعمل لي متابعة للقناة. وقبل ما اقفل الفيديو عايز افكركم ان في جيف اوي معمولة بعد ما اوصل 1000 مشترك على قناة التيك توك بتاعتي، هسيب لكم لينك التيك توك في البايو. وهنا زي ما انت ملاحظ دلوقتي انك لما هتركب الجينات كلها هتستفيد بكل الخصائص. استنوني في الفيديوهات الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.